خلوني ارحب دلوقتي بدكتور جمال شيحه، استاذ الكبد بكليه الطب بجامعه المنصوره. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. دكتور، يعني ازاي بترى السباق العالمي دلوقتي في كل دول العالم لانتاج علاج لفيروس كورونا؟ ده شيء متوقع جدا، لانه لما يبقى في وباء بهذه السرعة في الانتشار وهذه الخطورة وليس له علاج معروف، بالتأكيد كل علماء العالم بلا استثناء مكلفون ان هم بسرعة يصلوا الى ما نستطيع حتى ينتج علاج سريع يعطي للناس امل في الشفاء. وحكايه ان احنا نعمل ادويه جديده مساله عاده تاخذ وقت طويل. صحيح. ولهذا اول دوله واجهت ذلك كانت الصين، فالاستراتيجيه هي ان نبحث في الادويه القديمه التي كانت تستخدم لمثل هذه الأمراض الفيروسية، الإنفلونزا، إنفلونزا الخنازير، فيروسات أخرى، الإيبولا، ومحاولة تجربة هذه الأدوية في الفترة الحرجة اللي فيها أعداد كبيرة جدا بتصاب والمجتمع الطبي ليس لديه علاج مقنن لهذه الحالات. الصين استطاعت انها تدرب ادوية في البداية في المختبرات وكان بسرعة شديدة جدا، وقبل ما تجرب العلماء الحقيقة في الصين انجزوا انجاز معجز ان هم يقدروا يعرفوا التركيبة البيولوجية لهذا الفيروس الخطير، ان هم يعزلوه ويعرفوا تركيبته علشان يقدروا في المعمل يجربوا حتى الأدوية القديمة ويشوفوا إيه اللي ممكن يبقى علاج واعد. وطلع فيه أكتر من دواء وتجرب وفي حاجات جابت نتائج جيدة وأنقذت الكثير من المرضى، وده سباق مع الزمن، بنستعمل كل ما هو موجود ومتاح من الأدوية المصرح بيها، وفي نفس الوقت في ناس شغالة ليل نهار 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع بيشتغلوا بسرعة شديدة جدا إن هم يحاولوا يطلعوا بسرعة دواء أو أكثر لهذا المرض تحديدا. وعشان كده كل الجهات التي مسؤولة عن البحث العلمي في العالم رصدت أموال ضخمة لهذه الأبحاث، وهناك أيضا تركيز شديد جدا على أن يتم ذلك في وقت قصير. نعم. لأنه حتى لو هناك مادة أو عقار جديد النتائج المبدئية مبشرة لا يمكن استخدامها فورا في البشر، لابد من مراحل متعددة لاستعمال الأدوية. الدول دلوقتي بتسابق الزمن انه بدل الملف ما يتراجع مثلا في 6 شهور، لا بيتراجع في مدد اقصر بكتير بوضع اعداد كبيرة من العلماء للمراجعة، بحيث انه اللي في الظروف العادية كان حيراجعوا 10 علماء في 6 شهور، لا يبقوا 100 عالم في اسابيع. يعني ما فيش برضو تهاون في الشروط الأخلاقية لتجربة علاج في البشر، لكن في رصد لأموال ضخمة جدا للتجارب، وفي نفس الوقت تجييش لأعداد غير عادية من العلماء مخصصة لهذا الغرض. أفهم من كلام حضرتك إن إحنا هنجتاز هذه الأزمة بإذن الله. بإذن الله. ومجرد انه بعض الادويه القديمه جابت فاعليه وانقذت ناس كثيره زي اللي حصل في الصين وفرنسا وبلجيكا وايطاليا وامريكا، والرئيس الامريكي بنفسه طالع يتكلم على بعض هذه الادويه،
ده شيء جيد جدا انه لدينا شيء نعطيه للمرضى اللي حالتهم صعبه الى ان يتم باذن الله ظهور ادويه مخصصه لهذا المرض هتقضي عليه، وابحاث اللقاح او التطعيم بتاخد وقت طبعا اطول بكتير، لكن باذن الله في خلال سنه هيبقى في تطعيم وهيقضى على هذا النوع من الفيروسات. لكن في المرحله اللي احنا فيها الاجراءات اللي اتخذتها الدوله جيده جدا وهتقلل من فرص حدوث العدوى، وبالتالي عدد الحالات الجديده ان شاء الله تبدا في التراجع، وعدد الحالات التي تستدعي دخول المستشفى او علاج تبقى اقل، وفي وجود ادويه يمكن اعطائها في هذه الحالات. طيب دكتور جمال، احنا امتى نقول ان احنا تعدينا مرحله الخطر؟ لما تبقى عدد الاصابات صفر؟ لا مش صفر، لما يبقى الكيرف بيقل. لما مثلا الصين ليه احتفلت؟ لانه كان بيحصل عندها في اليوم 1000 حاله، بعد كده بقوا كانت الاول 100 200 بتزيد، الكيرف بيعلى. لما الكيرف وصل للقمه وبدا بعد كده ال1000 حاله تبقى 900 حاله، وفي اليوم الثالث بقت 400 بقت 40، لما الكيرف نزل خالص خلاص يبقى انت كده كسرت مرحله الخطر وبقيت في الامان، واحتفلوا وشالوا كل المحاذير وما عادش فيه وفيات في الصين ولا حالات جديده ذات قيمه. نعم. فاحنا ان شاء الله المنحنى بتاع انه الحالات بتزيد باذن الله يبقى فلاتند، يعني تبقى في نفس المستوى وتبدا تقل بالاجراءات اللي احنا بناخدها، الدوله بتاخدها واستجابه الناس ليها، واعتقد ان الاستجابه دي بتزيد كل يوم واجراءات الدوله اكثر صرامه كل يوم، وده اللي هيخلي ان شاء الله مصر باذن الله الكيرف بتاع الحالات الجديده باذن الله يا رب يبدا يقل في الايام الجايه. وامتى برضو من خبره حضرتك يعني نرجع لحياتنا الطبيعيه؟ لا دي مساله تحتاج بعض الوقت، لانه لازم نرجع بالتدريج علشان ما الكيرف ما يطلعش يعلى تاني، واعتقد في خبراء متخصصين في مساله الوبائيات يقدروا في اللحظه المناسبه يقولوا لنا امتى الحياه ترجع طبيعيه، لكن هذا ياخذ اسابيع بعد كيرف الاطمئنان ما يبقى وصلنا ليه. طيب يعني بالتدريج. مش معقول يبقى معانا دكتور جمال شيحه وننسى خالص موضوع فيروس سي، فيروس سي ده وباء كان قاتل وبيسبب سرطان، والحمد لله مصر قدرت تتغلب عليه وبقى عندنا تقريبا ما فيش اصابات الحمد لله. تمام تمام، عندنا امل بقى يعني مصر بقدرتها لتتخلص من فيروس سي ما تقدرش تتخلص من كورونا؟ ان شاء الله ان شاء الله، بوعي الناس والتزامهم بالتعليمات اللي الدوله والخبراء بيقولوا عليه، ان شاء الله مصر تبقى برضو متميزه في سرعه قضائها على هذا الوباء ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا دكتور جمال شيحه استاذ الكبد بكليه الطب جامعه المنصوره على هذه الايضاحات. كلام دكتور جمال حقيقه مبشر جدا ان احنا بهذه الاجراءات المتبعه حاليا في طريقنا الى زوال هذه الازمه باذن الله، بس نلتزم اكتر ان شاء الله.